مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نصل بكم إلى ملخص هذا اليوم من خلال انطلاقة اليوم أيضا العاشر من أيام هذا المهرجان. هناك 20 من شهر 3 لعام 2020، اليوم ذروة السنة مع أبناء القبائل في الفترة المسائية وختام هجن أبناء القبائل. الفترة الصباحية شهدنا 12 شوطا، حيث الشوط الأول فازت فيه بينونة لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، تهانينا لو الناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال بينونة والأداء الجميل، والتهنئة موصولة لحمود بن محمد بن سالم ألوهيبي، تهانينا وناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذا الانطلاق في الشوط الأول الرئيسي لدرل المحليات الأصايل، حيث قطعت مسافة السباق في 12:42 وسبع أجزاء من الثانية والعصف الأبطان، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدم من خلال هذه التحديات المثيرة. بينما يأتي شوطنا الثاني فازت فيه فيض لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي ب 12:29 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس صاحبة أيضا التوقيت الأفضل. يأتي في الشوط الثالث صياد الفهود لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري ب 13:06:03، تهانينا والناموس على هذا الفوز. الشوط الرابع ذهب مع هداج لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي بن شير المير ب 12:44 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما شوطنا الخامس كان مع غزل للشيخ محمد بن مسلب بن سالم بن حم العامري، تهانينا والناموس، حيث قطعت مسافة السباق على هذا الأداء المميز 12:29 وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك غزل على هذا الفوز. بينما شوطنا السادس ذهب مع صمت لعيسى بن الصغير بن علي بن يزر بالعامري، تهانينا لهذا الشعار والتهنئة موصولة للصغير بن علي بن يزر بالعامري الداعم الرسمي لهذا الشعار 12:30 وتسع أجزاء من الثانية. يأتي الشوط السابع فكان شاهين تدخل في الأمتار الأخيرة لحاتم بن سعيد بن حمد اليحافي، حيث فاز بهذا الانتصار وأهدى أبناء السلطنة وأبناء الأبيض ب 13:02 تسع أجزاء من الثانية. يأتي الشوط الثامن فاز فيه الوزير وأكد علي بن سعيد بن سالم الزرعي هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس 12:59 ثلاثة أجزاء من الثانية توقيت الوزير. يأتي الشوط التاسع حيث فازت فيه غلا لراشد بن علي بن خليفة الرميثي، وأكد أيضا سالم الزرعي أيضا هذا الأداء الجميل من خلال تواجد غلا ب 12:37 وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. يأتي الشوط العاشر الذي انطلق من خلال تواجد هذه الأسماء، فكانت العزرة هي صاحبة عاشر أشواط هذا الصباح لأيضا سعيد بالعثة بالخزع العامري، تهانينا والناموس وسلام مصانع الجنوب 12:35 تسع أجزاء من الثانية. يأتي أيضا ونبدأ بأشواط السودانيات لتظهر البادية لسعد عثمان العمدة بقيادة أحمد أيضا عثمان العمدة، تهانينا والناموس على فوز البادية ب 13:10 تسع أجزاء من الثانية. شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان والزمول السودانيات فاز فيه مبلش أحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، فأكد 12:51 ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذا الصباح الجميل. نذكر بالم